مؤتمر صحفي في العاصمة عدن يناقش أبرز جوانب قرار التسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين. تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية في اليمن يكشف تورط الحوثيين في عمليات قتل لرجال دين وأئمة. استشهاد مواطن بقصف طيران مسير تابع لميليشيات الحوثي في منطقة حجر شمال غرب الضرع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بحضور اللواء عيدروس الزبيدي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فيناليسا والوفد المرافق له. وفي اللقاء وضع العليمي والزبيدي السفراء الأوروبيين أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود استئناف العملية السياسية، ودعا العليمي إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على ميليشيات الحوثي من أجل الجنوح إلى خيار السلام. من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الأوروبي استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة بمختلف المجالات. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فارس سلمين البحسني بمدينة المكلا اجتماعا باللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت للاطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. واستمع البحسني إلى سير عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومستوى جاهزيتها وجهودها المتواصلة في تثبيت الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة رفع الجاهزية استعدادا لأي زيارات مرتقبة لمحافظة حضرموت. وأشاد البحسني بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، حاثا على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل الاستخباراتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة. وصل سلطان يافع بني مالك السلطان اسكندر بن هرهرة إلى العاصمة عدن للمرة الأولى بعد تنصيبه خلفا للسلطان الذهب بن عمر في نهاية عام 2020 وسط حفاوة استقبال كبير من أبناء يافع. وبعد الاستقبال التقى السلطان اسكندر بأبناء يافع وعبر عن سعادته بعودته إلى الوطن بعد غياب طويل، مؤكدا بأن زيارته أتت بعد أيام قليلة من الحدث التاريخي الجنوبي المتمثل باللقاء التشاوري الجنوبي. على استقبال هذا الجميل الحافل، وقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه أمام التقرير الختامي المقدم من رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي الدكتور صالح محسن الحاج، وجدد المجلس الانتقالي إشادته بالنتائج الكبيرة التي حققها فريق الحوار الوطني في الداخل والخارج في سياق منفصل. ووقف المجلس في اجتماعه أمام جدول أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية المزمع انعقادها يومي 21 من مايو والثاني 22 في مدينة المكلا والمواضيع والقضايا التي ستتم مناقشتها. عقدت اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المبعدين العسكريين مؤتمرا صحفيا لمناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي والخاص بتسوية أوضاع 52 ألفا من المبعدين الجنوبيين. بعيد القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عقد مؤتمر صحفي لأعضاء لجنة معالجة المبعدين الجنوبيين ووزير الإعلام وأعضاء في الحكومة. حقيقة أنه يعني تسريح آلاف الموظفين، عشرات الآلاف الموظفين الجنوبيين، هي جريمة كبيرة جدا يعني لا تغتفر، وألم شديد جدا لأسرهم وذويهم. يعني هؤلاء أصبحوا في الحقيقة يعني أنت عارف يعني اللي توفى منهم واللي يعني أصبح يعني في سن كبير جدا، وبالتالي حتى وإن تم تعويضهم الآن عن ما يعني رواتبهم وأجورهم من يعوضهم عن السنوات اللي كانوا فيها في عز شبابهم. لكن مع ذلك القرار في الحقيقة كان قرار موفق جدا وفي توقيت مهم جدا وفي ظل احتياج كبير جدا. الحكومة ملزمة في أسرع وقت ممكن بأن توفر كافة الإمكانيات المادية حتى تستطيع تنفيذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن.
خلال المؤتمر الصحفي تطرقت اللجنة إلى أبرز الجهود التي قامت بها منذ تأسيسها في عام 2013، وتم فتح باب الأسئلة للصحفيين الذين ركزوا على معرفة سقف ملفات التظلمات التي وصلت للجنة ومدى جدية الحكومة في تنفيذ قرارها. حقيقة نحن فخورين بإصدار القرارات الرئاسية التي شملت أكثر من نحو 250 ألف تظلم من تظلمات المبعدين، وهي خطوة حقيقة نحن ياما سهرنا وياما تعبنا وجاهدنا حتى نرى هذه القرارات تخرج للنور. أكثر من 100 ألف ملف وتظلم وصل إلى اللجنة، تم اعتماد 52 ألفا، فيما يتم العمل على باقي الملفات إذ سيتم معالجة كل التظلمات، إلا أن أبرز العراقيل تتمثل في الجانب المالي إذ ستبحث الحكومة عن مصادر مالية لحل المشكلة حسب قولها. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. بعد قرابة 3 عقود من تسريحهم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94. وقضت القرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور للموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين. ونصت القرارات على اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي. كما نصت القرارات على أن تكون المعالجات لتلك الحالات بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية أو الإحالة إلى التقاعد. وأكدت القرارات الرئاسية على تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كل في مجال اختصاصه، وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني. وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت قبل 10 أعوام لجنة حكومية لمعالجة المسرحين قسرا منذ حرب صيف 94 من أبناء المحافظات الجنوبية، إلا أن الملف ظل عرضة للاستثمار السياسي والإعلامي من قبل تنظيم الإخوان ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية. وكان 10 آلاف من الموظفين الجنوبيين قد تم تسريحهم بعد حرب 94 التي اندلعت بين الشمال والجنوب. اندلعت الحرب بعدما قرر البيض فك الارتباط عن الشمال بعد 4 سنوات من الوحدة إثر اتهامات وجهها لصالح بإقصاء وتهميش الجنوبيين. وقد كان إبعاد هؤلاء من وظائفهم من بين أسباب الاحتجاجات التي تزعمها الحراك الجنوبي خلال السنوات الماضية. كشف تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في اليمن عام 2022 ارتكاب ميليشيات الحوثي منذ عام 2015 أكثر من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد وأماكن العبادة، وتورطوا في 109 عمليات قتل لرجال دين وأئمة وزعماء دينيين. الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها عن الحريات الدينية في اليمن عام 2022. تقرير كشف أن الحوثيين أكرهوا المجتمعات اليهودية والبهائية على مغادرة البلاد عن طريق الابتزاز والترهيب، وعن ارتكابها منذ عام 2015 أكثر من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد وأماكن العبادة، وتورطوا في 109 عمليات قتل لرجال دين وأئمة وزعماء دينيين. وأضاف التقرير أن الحوثيين نشروا خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية في المناهج التعليمية. التقرير الأمريكي الجديد قال إن أكثر من 99% من السكان اليمنيين مسلمون، 65% من السنة و 35% من الزيديين. التقرير تحدث عن فرض الحوثيين تفسيرا متشددا للزيدية لا يشاركهم فيه الشيعة الزيديون الآخرون في البلاد. هذا وأكد التقرير أن حوادث القمع الديني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون زادت بنسبة 52%
من 2020 إلى 2021. وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن الحوثيين جندوا الأطفال دون سن العاشرة للمشاركة في التوجهات الدينية التي تهدف إلى غرس أفكار الميليشيات ودفعهم للقتال. تقرير الخارجية الأمريكية أشاد بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقال إن المجلس الانتقالي رمم مقبرة يهودية في العاصمة عدن كرسالة بأن عدن مدينة السلام. أفاد مصدر حكومي مطلع بوضع ميليشيا الحوثي لتعقيدات جديدة تعرقل تقدم المفاوضات، حيث يشترط الحوثيون صرف رواتب لكل عناصرهم حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة تطرح كشوفات 2014. تعقيدات جديدة تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بخصوص تسليم رواتب الموظفين تعرقل تقدم المفاوضات المفترض عقدها برعاية عمانية، حيث تشترط الميليشيات صرف رواتب لكل عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة اليمنية تطرح كشوفات 2014. مصدر يمني حكومي مطلع أفاد بأن الميليشيات وضعت هذا الشرط بالرغم من موافقتها السابقة على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014، لكنهم رفعوا السقف مؤخرا لعرقلة أي عملية سياسية. وما أرجعه المصدر نتيجة لمعرفة الانقلابيين بالرغبة الصادقة للحكومة اليمنية والتحالف العربي لإحلال السلام في اليمن. الميليشيات لم تصدر أي تعليق بشأن الأمر، لكن تصريحات لمسؤولين في الانقلاب مؤخرا أفادت بأن تقدم المفاوضات مرهون بإجراء عملية لحل الملف الإنساني خصوصا صرف الرواتب. مراقبون يمنيون يرون أن الميليشيات دأبت، ومع كل تقدم يجري على فرض شروط جديدة أملا منها بتحقيق المزيد من المكاسب، وهي سياسة من شأنها أن تنعكس سلبا على بقية الملفات. تأجيل المفاوضات الجديدة لتبادل الأسرى مع الانقلابيين بعد أن كانت مقررة الاثنين جاء وبحسب مسؤولين يمنيين نتيجة لاستمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه في وقت سابق، ما جعل موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين. من جانبها تتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بتقويض جهود التهدئة وتعطيل المبادرات الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام وإجهاض أي خطوات نحو تخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي الوقت الذي تقف فيه الميليشيات عائقا أمام عملية صرف الرواتب المتوقفة منذ سنوات، لفتت الحكومة اليمنية إلى أن ممارسات الانقلاب تكشف استغلالهم لإفشال الهدنة لجني وتكديس المليارات من عائدات الجمارك والضرائب في ميناء الحديدة وغيرها من إيرادات الدولة. استشهد مواطن بقصف طيران مسير تابع لميليشيات الحوثي في منطقة حجر شمال غرب الضالع. وأشارت مصادر محلية أن طائرة المسيرة قصفت بشكل مباشر منزلا كانت بجواره سيارة مدنية، مما أدى إلى استشهاد سائقها والذي كان يقف بجانبها أثناء القصف. وأتت هذه التصعيدات العسكرية والانتهاكات الإنسانية من قبل الميليشيات الحوثية وسط الجهود الدولية والإقليمية لاستمرار الهدنة والدعوات لإيجاد تسوية سياسية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. محافظ شبوة يوجه بسرعة استئناف العمل في مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق. أهلا بكم جديد دشنا. محافظ ورخبيس قطر المهندس رأفت الثقلي استئناف عمل الإصدار الآلي للبطائق الشخصية بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. وثمن الثقلي الجهود المبذولة في إعادة تفعيل عمل فرع الأحوال والسجل المدني واستئناف إصدار البطائق الشخصية لمواطني الأرخبيل بعد توقفها لأكثر من 8 سنوات. ووجه محافظ سوق قطرة باستكمال وفحص كافة الوثائق المطلوبة من المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على الهويات الشخصية. ترأس محافظ شبوة عوض الوزير اجتماعا موسعا للجنة الخدمات كرس لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجوانب البنية التحتية والخدمات العامة والمظهر الجمالي لمدينة عتق. ووجه المحافظ مدير عام
مؤسسة المياه والصرف الصحي بيعتق بمتابعة سرعة استئناف العمل في مشروع الصرف الصحي للمدينة، كما وجه لجنة الخدمات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تراخيص المشاريع الاستثمارية التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة لها داخل المدينة. والآن مشاهدي الكرام ننتقل إلى أخبار الرياضة. يغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بين أسبوعين إلى 3 أسابيع عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجددا مع فريق السيدة العجوز، وقد يكون بوغبا جاهزا في معسكر منتخب فرنسا المقبل في وينيو ضد جبل طارق ثم اليونان ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعناوين. مؤتمر صحفي في العاصمة عدن يناقش أبرز جوانب قرار تسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين. تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في اليمن يكشف تورط الحوثيين في عمليات قتل لرجال دين وأئمة. استشهاد مواطن بقصف طيران مسير تابع لميليشيات الحوثي في منطقة حجر شمال غرب الضالع.